أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك إن عقلتا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا اغتربتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذخره لك إن ذهبتا هو العب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من ضربتا وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت. نعم، ينادي ابنه، وابنه هو أبو بكر ابن أبي إسحاق الألبيري، يقول أبا بكر دعوتك لو أجبت، لو أجبت أي لو سمعت كلامي ثم قبلت هذه النصيحة وعملت بها إلى ما فيه حظك، لكن هذا بشرط إن عقلته، أما إذا لم تعقل فلن تنفعك هذه النصيحة. إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرته، لأن الإنسان إذا علم قدم على غيره واقتدى به الناس. انظروا إلى العلماء الأحياء منهم والأموات كيف أنهم يحبهم الناس ويسمعون كلامهم ويأتمرون بأمرهم وينتهون عما عنه نهوا ويقدرونهم ويبجلونهم، يقول هكذا تكون. ثم قال ويجلو ما بعينك من غشاها، أي يهديك أنت، أول من يستفيد من العلم أنت. قال وتحمل منه في ناديك تاجا، النادي هو المكان الجلوس مثل الديوانية نحن نسميها الآن، مكان اجتماع الناس وجلوسهم. يقول وتحمل منه في ناديك تاجا، تكون مبرزا بين أصحابك بهذا العلم، ويكسوك الجمال إذا ابتعدت عن ناديك، إذا اغتربت أيضا الجمال موجود بهذا العلم الذي نلته. قال ينالك نفعه ما دمت حيا، نفعه ما دمت حيا في ذات نفسك أنت تنتفع بهذا العلم وتعمل به، وأيضا في تعليمك للناس، ويبقى ظهره لك إن ذهبت. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد يدعو له، أو علم ينتفع به. هذا هو العلم الذي ينتفع به، ينفعك أيضا بعد موتك. يقول هو العضب المهند ليس ينبو، العضب هو السيف القاطع، العضب هو السيف القاطع المهند، يعني كانوا يحبون السيوف التي تأتيهم من الهند، إنها كانت سيوف يعني جيدة متعوب عليها يعني قاطعة. يقول هو العضب المهند، يعني السيف قاطع مصنوع بالهند، ليس ينبو يعني يصيب، والسيف إذا نبى يعني ما قطع، لا هذا إذا أصاب قطع، تصيب به مقاتل من ضربته، يعني تغلو به غيرك، تغلو به غيرك. قال وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنت، لأنه في قلبك. ولذا قال ابن حزم رحمه الله تعالى لما اعتدى عليه بعضهم وسجن وأحرقت مكتبته، فقال ابن حزم رحمه الله فإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يسير معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري. هذا العلم في صدري، العلم في صدري، ما يستطيع أي لص أن يأخذه لأنه في صدره. ويقول شيخ الإسلام تيمية
ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحت فهي معي لا تفارقني. هذه البساتين التي في صدره والجنة التي في صدره لا تفارقه أينما ذهب، هي معه رحمه الله تبارك وتعالى. نعم.